الكدابة. كدابة. الكدابة دي بقى اللي هي فشارة، هل يعني هما نفس النوع ولا مش نفس النوع؟ هم كلهم بيتعالجوا بعد الجواز الشك ده. لا بس انا شفت ستات، انا شفت ستات اللي هي بتكذب على نفسها طول الوقت وبتصدق وتعاملك على هذا الاساس لدرجة مفضوحة. يعني انا قريبة فلان وده كده، وجوز خالتي بقى كده وبتاع، وفي الحفلة احنا معزومين مش عارفة، تروحي تلاقيها قاعدة مع مثلا بلاش اي يعني، تروح الحفلة تلاقيها ما عندهاش ولد قريب ده كده ولا مش عارف ايه، والكذب مفضوح وهي مش مدركة ان هي حبيبتي. عندي النموذج ده والله. روح يو حبيبتي، يعني هي معانا في الوسط بنوتة صغيرة وبتنسى يعني تقعد تكلمني على البناء الدرامي في التسلسل البناء وبتنسى ان انا في الشغلانه دي، فاهمه؟ اوف جننوني، بيجروا ورايا، هو ما فيش فيلم في السوق. بس يعني عايزه اقول لها ثلاث اربع منتجين، طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ يعني تفتكري بس امضي مع مين انا دلوقتي؟ عملت مثلا هي ما بتغنيش حبيبتي، بس حاولت ما بتغنيش حبيبتي كانها ما بتغنيش حبيبتي. اسكتي، عمرو دياب كان هيتهبل على صوتي وقال لي لازم اروح اعمل معاه دويتو، انا وقعت بقى مش قادره. لا يا حبيبتي، وكل شويه عملتي الدويتو وبتصدق حبيبتي، بتصدق. وبعدين لما بنقعد مثلا جروب مع بعضه بتسرح وبتنسى ان انا جوه الوسط ده، ولا وكل اللي قاعدين شايفين عارفين ده. يا بنتي ما حصلش الكلام ده، انت مجنونه ولا ايه؟ مفيش. فغلبانه يعني، غلبانه. بس لو كنت اعرف انت متعفرت ليه. متعفرت ليه؟ بس اقول لك ايه، احسن طريقه ان هسيبك وامشي. بس اصلك مش لاقي سبب تقوله. يا ناس انا هتجنن، عيد راس السنة في شهر أكتوبر. يا مالو يا فرمولة، بتصادف؟ هو أنا بكذب يعني؟ يا مغيث، يا لطيف، يا لطيف. كمان امشي. يا راجل أنت إيه؟ كلمني. مال أخلاقك بقى زي الزفت كده ليه؟ اسمع يا جدع أنت. أنت توعي إيدك من عليا وتمشي أحسن لك. سيبني بقول لك، سيبني. امشي.